لو سمحت ممكن نقفل المزيكا دي؟ ليه؟ هتغني كاريوكي ولا ايه يا ماو؟ ماو؟ طب يا ماو هات المايك ناو. ناو؟ ناو. وما تسألنيش هاو، انت هتعرف معايا يلا ولا ايه؟ يا جماعة بعد اذنكم، هنضطر نوطي المزيكا شوية لانها معدية ال 20,000 دي سيبل، وده الليمت بتاعنا في الكومباوند. شكرا. ثانية واحدة. فين يا دود مالك؟ لا انا ما اسميش دود، اسمي وسيم الصريتي. انا هكتفي المرة دي ان انا احذرك كده، وما تلومنيش على اللي عمله فيك بعد كده. انت راي وسيم الصريتي، اتفضل. كويس انا جيت قبل ما اخلص التي باج بتاعي. اوامرك اتنفذت يا اكسلانس. تقدر حضرتك دلوقتي تحط دماغك على المخده وتنام انت والمدام. اتمنى. ده لو ما عندكش ضمير يأنبك بقى قبل ما تنام، اصل احنا في المناطق الزباله اللي احنا ساكنين فيها عندنا ضمير بيأنبنا قبل ما ننام. خلاص خلاص يا جربوع، ما تقلبش عليا المواجع. عموما العيال اللي جنبنا في الفيلا لو عارفين ان في مدير شاطر وليه هيبه كانوا عملوا لك اعتبار، لكن انت هفق وهزق. اتمنى الحادثه دي تخليك تفوق لشغلك في الكامباوند. ايه؟ انت عارف يعني ايه كامباوند؟ يعني ايه كامباوند؟ كام يعني كام، وباوند يعني جنيه. يعني شوف انت عايز كام باوند عشان تسكن في فيلا زي ديت. مع السلامه. سلام يا جربوع يا فقير. فو غبي. كنت بتقول حاجه؟ غني. كنت بقول غني. قولها تاني. غني. قولها تاني. غني. قولها تاني. غبي. شكرا. غبي. عايزك يا أنسة إنجي ما تخافيش من السواقة، لأن السواقة محتاجة قلب ميت، قلب فاضي، قلب عايز ينسى ماضي. نعم؟ لا مفيش. يوه لعبة رنت. وشك حلو جدا. نتمنى إنكم تكونوا جاهزين للمهمة الجديدة، المهمة اسمها إكس أو. دلوقتي حد فيكم يختار إكس والتاني يختار أو. أنا مقاساتي كلها إكس، هختار إكس أكيد. يبقى أنا أو. اللي اختار أو مطلوب منه إنه يوافق ويقول حاضر على أي طلب أو اقتراح يتقال من أي شخص وينفذه، أما بقى اللي اختار إكس مطلوب منه إنه يرفض أي طلب أو اقتراح يتقال ويقول لأ، وما يخلوش يتم بأي طريقة. ومطلوب منكم إنكم ما تقولوش لباقي الفريق على المهمة، وهي فرصة حلوة، اللي هيكسب فيكم ياخد 1.5 مليون لوحده. يلا، إنجوي يا لعيبة. كملها لو، كملها لو. اقول حاضر على اي حاجه تطلب مني. ولو الانجي انا كنت كده كده هعمل كده. في حاجه يا استاذ مازو؟ في. انا عايزك بقى تفضلي ماشيه في طريقك طول اليوم وما اشوفش غيرك طول اليوم، علشان ده الحل الوحيد ان انا اكسب. ايه اللي بتعمله ده؟ انا عملت ايه؟ انا قصدي المجنونه اللي واقفه في نص الشارع. يا نهار اسود، لما نلاقي حد قصادنا نبتدي ندوس فرامل. ده في العادي دي تدوس لها بنزين. هي مين الست دي؟ دي استاذه شيماء، بعلمها السواقه، بس دي بتسوق تريلات. انزلي. حاضر. شاد ورا. حاضر. ورا. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ممكن تفهمني؟ حاضر. استاذه شيماء اصلا انا بعلمها السواقه، وفاضل لها حصه، وصادف ان حصتها في نفس يوم حصتك، فانا هديكوا الحصه مع بعض. طب وانت هتعلمني ازاي وانت راكب ورا؟ عادي يا حبيبتي، يعني هو اللي هيقوله قدام مش هيعرف يقوله ورا؟ ازاي بس حضرتك؟ استاذ مازو من فضلك المفروض تقعد جنبي، اتفضل هنا. حاضر. حاضر عفريتك يا بعيد، اتزف تقعد جنبي هنا ما تتحركش. حاضر. ثانيه واحده حضرتك، المفروض دي حصتي وانت جايه تتفرجي، يعني استاذ مازو المفروض يقعد جنبي، اتفضل لو سمحت. حاضر. اقعد هنا يا شيماء. ما ينفعش ارفض. ليه ان شاء الله؟ ما ينفعش ترفض ليه؟ في حاجه بينكم ولا ايه؟ حاجه ايه؟ انا عايزاه يقعد جنبي عشان يعلمني. ده انا اللي هعلمك علامه في وشك ما تنسيهاش طول عمرك لو ما اتبططتيش وسكتي. اتزف تقعد جنبي هنا. حاضر. وهو هيعلمني ازاي وهو كده؟ مش عارف. طب ممكن حضرتك تمد جسمك قدام شويه؟ حاضر. انت بتتلكك، انت شكلك ما صدقت، ما تروح تقعد على حجرها احسن. حاضر. طب جننت، ايه اللي انت بتعمله ده؟ حاضر 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 حاضر.